أشرفت مصحة القصور بولاية غردايا على تنظيم يوماً دراسياً علمياً بالمنتجع السياحي أغلان باراديس ببني يزقن بحضور عدة دكاترة وأطباء من مختلف ولايات الوطن لدراسة العراقيل وصعوبات تشخيص الأمراض خاصة سرطان الثدي ودوالي الساقين، كما جرت مداخلات علمية لعدة أطباء كانت لشرح وتبسيط عمليات التشخيص أيضا. لتفاصيل أكثر نتابع في ميكروفون فوزي حاج قويدر وعبد الهادي سعيد. في هذا اليوم المبارك الحمد لله مصحة القصور تمكننا من تنظيم اليوم الإعلامي في إطار لافورماسيون ميديكال كونتينيو، وهذا اليوم الإعلامي الذي يعالج بعض القضايا المعاصرة وهي دوالي الساقين وكذلك تشخيص أمراض القلب عن طريق الكوغو سكانر. والثاني ثالث نقطة وهي ونحن في الشهر الوردي وهو شهر أكتوبر طرق الوقاية وعلاج سرطان الثدي وخاصة الوقاية. والحمد لله قد شهد اليوم الإعلامي الحمد لله النجاح بفضل حضور الزملاء ربي يحفظهم إن شاء الله، وكذلك اليوم الإعلامي هذا ترأسه البروفيسور بنديب وهو العميد السابق لكلية الطب في الجزائر، ونشكر جميع المساهمين في إنجاح هذا اليوم. نحن هنا في الملتقى الجهوي في الجراحة وفي التشخيص جراحة اللازر والدوالي، لهذا الملتقى هذا يعني كان عبارة عن لقاء أخوي وعلمي بين جميع الأخصائيين في من عدة بلدان من الجزائر، وقمنا بعمليات عديدة في مصحة القصور فيما يخص الدوالي بالليزر، ونحن نتواصل بهذا العمل إلى ارتقاء أحسن وأجمل. Le cancer d'une manière générale est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs, mais l'environnement joue. On est plus sédentaire, on bouge moins, on fait moins de sport, on mange un peu raffiné, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il y a moins d'activité physique, les gens prennent du poids, il y a les médicaments, il y a les produits chimiques, en fait c'est l'environnement. Donc il faut tenir compte de tout ça, mais l'incidence elle est augmentée partout dans le monde.